كوريا الشمالية من أكثر الدول الدكتاتورية في العالم، حيث القواعد الصارمة والظروف المعيشية القاسية لدرجة أن أهلها ممنوعين مطلقاً من مغادرة البلاد لأي سبب كان. ولهذا كان طبيعياً أن يحاول مئات أو آلاف الكوريين الهرب من ذلك الجحيم. اليوم سنعرض لكم 10 أشخاص نجحوا في الهروب من كوريا الشمالية وجحيمها. كان كيم كونغ في بداية حكمه للبلاد مهتماً بنقل ثقافة كوريا الشمالية للعالم من خلال إنتاج العديد من الأفلام. في عام 1978 قام باختطاف مخرج من كوريا الجنوبية مع زوجته الممثلة لإجبارهما لتصوير فيلم يقوم بتصنيعه، وظلوا محتجزين داخل الأسر الكوري حتى أتموا الفيلم، بل وبعده بعام كامل، إلى أن نجحوا في عام 1986 في الهرب إلى فيينا بالنمسا، ومنها قدموا طلب لجوء في السفارة الأمريكية، وبالفعل تم الموافقة عليه وهربوا من الزعيم الباطش. أما ذلك الرجل كان أكثر يأساً لأنه ببساطة أحد مواطني ذلك المعتقل الكبير، ومع هذا فقد نجح من خلال عمله بالاستيراد والتصدير وجني ثروة لا بأس بها، وهو ما حول حياته لجحيم بالفعل، حيث ركزت السلطات معه وبدأت بمضايقته بشكل لا يصدق. آنذاك نجح من خلال علاقاته بتزييف أوراق وفاته وخدع السلطات الكورية بالفعل، وتمكن من الهرب لكوريا الجنوبية. والأهم أن خبر وفاته الزائف ذلك رحم أفراد عائلته من القتل على يد كيم. ذلك الجندي استطاع الهرب خلال مهمة رسمية، ففي عام 1968 كان من ضمن فرقة اغتيال مكونة من 31 جندي كان مهمتها التسلل لكوريا الجنوبية واغتيال رئيسها باك تشونغ هي آنذاك. ولكن المهمة لم تكتمل بنجاح، حيث كشفت قوات شرطة كوريا الجنوبية أمرهم وبدأت بملاحقتهم. ومع وقوع الاشتباك بين الفريقين قتل 92 فرداً من شرطة كوريا الجنوبية مع كل جنود الفرقة الكورية الشمالية باستثناء جنديين. أحدهم قرر العودة وتمكن من الهرب وعاد إلى كوريا الشمالية، والثاني هو بطل تلك الفقرة والذي قرر البقاء في كوريا الجنوبية وعدم العودة، الأمر الذي تسبب في إعدام كافة أفراد عائلته على يد كيم كونغ أون كعقاب له. أما تلك فهي واحدة من أشهر عمليات الهروب من كوريا الشمالية، حيث التقطتها كاميرات المراقبة بالكامل عن غير قصد، وظهر فيها رجل بسيارة جيب بها أسلحة ومتجها للحدود الكورية، ثم نزل واستطاع بالفعل تخطي السور وهرب من عساكر الحراسة، تاركا القوات الجنوبية تتشتبك مع القوات الشمالية التي لحقت، ودخل بنجاح الحدود الكورية الجنوبية. في عام 1953 نجح طيار من كوريا الشمالية بالهرب إلى كوريا الجنوبية عندما هبط بطائرته بالخطأ على أرض كوريا الجنوبية، واصطدم أثناء هبوطه بطائرة أخرى، وبدلا من أن يعود إلى كوريا الشمالية قرر البقاء واللجوء. فقامت السلطات بكوريا الجنوبية بإعدام أعز أصدقائه جراء هربه من البلاد. والآن ننتقل لتلك السيدة التي ذاع صيتها بعد أن هربت من كوريا الجنوبية إلى كوريا الشمالية. كما سمعت، لقد قامت بعكس ما قام به كل من ذكرناهم. حينها مجدتها حكومة كوريا الشمالية، وباتت تظهر على التلفاز وفي الإذاعة تحكي عن هول الحياة في كوريا الجنوبية، محاولة توضيح أنها أشد قسوة من كوريا الشمالية، بالرغم من أنها كانت قد هربت أولاً من كوريا الشمالية إلى كوريا الجنوبية عبر حدود الصين، ولكن يقال أنها تعرضت لضغوط وتهديدات أجبرتها على العودة لكوريا الشمالية لنقل تلك الصورة المفبركة. هاين سون لي هي فتاة استطاعت الهرب من كوريا الشمالية وهي في سن صغير بفضل مساعدة أحد الجنود على الحدود الكورية. حينها وصلت إلى الصين واستقرت بها 10 سنوات إلى أن منحتها الحكومة الصينية حقوق المواطنين الصينيين، ثم قامت لاحقا بمحاولة تهريب عائلتها إلى الصين على غرار ما فعلت، الأمر الذي لم ينجح وتم القبض عليهم، إلى أن تم الإفراج عنهم بمقابل مادي كبير نجحت في جمعه عن طريق جمع بعض المساعدات المالية، وبالفعل حررت عائلتها. يدعى ذلك الشاب كيم بيلغو، وهو من أكثر من حاولوا الهرب من كوريا الشمالية، وهو طفل أرسلته والدته في قارب صيد إلى الصين، ولكن الصين أعادت تسليمه لكوريا الشمالية، فتم حبس والدته جراء فعلتها، وبعد خروجها حاولت مجدداً رفقة ابنها، وبالفعل عبروا النهر خلال تجمده بسهولة، ولكن أعادتهم السلطات الصينية مجدداً. وفي المحاولة الثالثة والأخيرة نجح بيلغو رفقة والدته من الهرب والاحتماء، ولكن بكل
كوريا الجنوبية وليس الصين. أما ذلك الرجل فكان محكوماً عليه بالعمل حتى الموت داخل الحدود الكورية نتيجة لمحاولته للهرب في وقت سابق، إلا أنه نجح بالهرب مجدداً من خلال ركوبه لقطار سيعبر الحدود الصينية، ولكن قبض عليه مرة أخرى وتم احتجازه في غرفة بالقطار لحين الوصول لأقرب محطة وإنزاله. حينها لم يجد أمامه سوى القفز من القطار سائراً، وبالفعل نجح ولحق بقطار آخر متجهاً للحدود، وهناك قفز بالنهر واستطاع السباحة حتى الوصول للصين، وتكللت مغامرته المذهلة بالنجاح.